اليوم كما كتشاهدوا انطلاق واحد الخرجة في إطار الحملة الانتخابية ديال حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمدينة القديمة ديال الدار البيضاء دائرة أنفا. الاتحاد الاشتراكي كيعرفوه المواطنين المغاربة تاريخ نضالي اداو عليه الاتحاديين ضريبة النضال. الاتحاديين سيروا الدار البيضاء وخلاو بصماتهم في الدار البيضاء. سنين هذه الدار البيضاء كيسيروها ناس آخرين، مع الأسف ما عطاوناش جديد، ما عطاوناش مشاريع نجزوها لفائدة الشباب، فائدة الأطفال في المجال الاقتصادي، مساعدة المقاولين في العدالة الجبائية، مشاريع ديال المناطق الصناعية، مجالات خضراء وثقافية اللي كتحتاجها مدينة بحال المدينة ديال الدار البيضاء القطب الاقتصادي. الدار البيضاء المغرب مصغر، وبالتالي هذا المغرب المصغر يحتاج إلى كفاءات شابة وكفاءات وأطر نسائية ورجال باش يقودوا هذه الدار البيضاء. حنا اليوم في الاتحاد الاشتراكي بكل صدق كنقولوا للمغاربة، تاريخنا معروف كحزب وكأشخاص على أننا مستعدين إلى حظينا بالثقة ديال سكان الدار البيضاء دائرة أنفا والدوائر الأخرى وجهة الدار البيضاء ككل، في إطار أننا ندفع في إطار تفعيل الجهوية الموسعة. إلى حظينا بهذه الثقة مستعدين أننا نستمر في نضالنا كحزب اللي خلاه ورثناه على السي عبد الرحمن اليوسفي وعلى السي عبد الرحيم بوعبيد وعلى المهدي مبركة وعلى كل المناضلين المناضلات والشهيد عمر بن جلون مناضلات هذا الحزب. اليوم الدار البيضاء كتحتاج للنهضة على جميع المستويات. المشروع التنموي الجديد يحتاج إلى كفاءات نساء ورجال ينهضوا بالدار البيضاء، ينهضوا بكل المجالات ديال الدار البيضاء اقتصادية وثقافية وخصوصا للشباب. الشباب اليوم كنبغي نبلغهم واحد الرسالة، ان ميساج، الله يخليكم العزوف، لا صوتوا وحاسبوا من سيروا الدار البيضاء، ما غاديش نعزفوا لان الا عزفنا غنخليو الفاسدين يبقاو، الا عزفنا غادي نخليو اللي سيروا وفشلوا في التسيير يبقاو، ولكن الا صوتنا وحاسبناهم غنفتحوا الباب الناس اخرين يسيروا الدار البيضاء اللي قادين عندهم كفاءات عندهم افكار قادرين ينتجوا افكار قادرين يفعلوها وعندهم رؤيه واستراتيجيه للنهوض بالدار البيضاء. كنتمنى ان الرسائل ديالي تكون وصلت وشكرا.